اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. يا مساء الهنا، يا مساء الفل، يا مساء الياسمين. معانا النهارده لحمه بطريقه مختلفه جدا. انسي خالص السلق، انسي اللحمه التقليديه العاديه، حاجه كده هتشرفك قدام ضيوفك وقدام جوزك واولادك، حاجه كده عظمه. معايا زي ما انتم شايفين كده لحمه ما شاء الله متقطعه قطع كده، وجبت الحله بتاعتي واديتها فرشه كده من الزيت، وبعد كده هنزل باللحمة بتاعتي. فين المية يا أحلام؟ اصبر على رزقك وانا هقولك. مستعجل على ايه؟ هنمشي كده مع بعض خطوة خطوة ونشوف هنعمل زي ما كان هو مبين في الصورة قدامنا في اول الفيديو. اللحمة بطريقة براك، يعني اشمعنى براك اللي يخترع؟ احنا المصريين هنأبدع. اهو زي ما انت شايفين كده جبنا اللحمة بتاعتنا وشوحناها كده على الجنبين، تاخد تشويحة محترمة كده وتنشيفة محترمة، وبعد كده هننزل بالمنكهات بتاعتنا. نمشي مع بعض خطوة خطوة كده وهنعمل مع بعض لحمة عظمة. اهو كل شوية نجيبها على الجنب ده شوية وعلى الجنب ده شوية. وقبل اي شيء كده واحنا بنشوح اللحمة بتاعتنا، نحب نهنئ كل طلاب الثانوية العامة. ألف ألف مبروك، وإن شاء الله تشوف نفسك وتلاقي نفسك في المكان اللي ربنا اختاره لك، يعني أيا كان هو فاحنا راضيين بيه والحمد لله. ولازم كل واحد يرضى ويثبت وجوده ويثبت مكانته في المكان اللي ربنا كتبه له واختاره له أيا كان هو. ألف ألف مبروك لكل الناجحين، وحتى اللي دور تاني إن شاء الله ربنا يوفقه ويعدي منها بسلام وبنجاح بأمر الله. جبنا 3 فصوص ثوم ونزلناهم كده على اللحمة بتاعتنا، وهنديهم تشويحة كمان مع اللحمة، مع الثوم باللحمة. اهو تمام كده لحد كده ما تشم ريحة الثوم كده مفحفحة كده مع اللحمة. هنزل عليها بقى بالمستكة والحبهان ونديها كمان تشويحة خطوة خطوة كده، واعمل الخطوات بالتدريج هتطلع معاك الريحة مقولكيش، حاجة كده عظمة. اهو كده تمام كده وتشوح معانا تشويحه حلوه. وبعد كده هنزل عليها ب ميه بس مش كتير، يعني مش هملى الحل عليها ميه، لان احنا لسه هنعمل فيها حبه اختراعات محترمه. اهو ظبطنا المية بتاعتها كده، هنستنى اما الريم بتاعها يطلع كده وهنشيل كل اللي على الوش ده. قشط 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 كده وهنكمل المسيرة بتاعتنا. هتاكل اللحمة دي وبأمر الله وهتدعيلي. حطنا مع بعض قرفة وبصل وقرنفل، وطبعا فيها المستكة والحبهان ودي ورق لوري، واستوي مع نفسك بقى كده. وبعد كده نتقابل ان شاء الله لما تستوي. حطنا فلفل اسود وكركم وهنسيبها تستوي. على ما تستوي بقى تعالوا نعمل ايه. معانا كوبايتين دقيق او كوبايتين ونص دقيق، حطينا عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وحطينا عليها معلقة كبيرة من الخميرة، معلقتين من لبن البودرة اللي هو الحليب البودرة، حطينا عليها معلقة سكر، حطينا عليها ربع معلقة ملح صغيرة خالص، وحطينا معلقة كبيرة من الخميرة، وهنقلب كل ده مع بعض. عملت ايه احلام؟ حطينا كوبايتين من الدقيق على معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة من السكر، معلقة من الخميرة، معلقتين كبار من اللبن الحليب البودرة، وحطينا اللهم صل على النبي ذرة من الملح. وبعد كده هنبدأ نعجن فيها كده لحد ما العجينة تتماسك معايا ويطلع النتيجة المرغوبة. حاسس ان هي طرية شوية، احط حبة دقيق علشان اعرف الفها معايا، وهسيبها تخمر على ما نكمل بقية خطواتنا. اهو تجيبها، هات هات بقى اللي مفروس من جوزها، واللي مفروسه من ولادها، واللي مفروسه من حماتها، تعالي طلع غلك في حته العجينه دي عشان تطلع النتيجه المطلوبه.
اهو زي ما انت شايفين كده، انشفي بقى، اخمري بقى على جنب كده، وتعالى اما نعمل الخطوه التانية. معايا حبه خضار حلوين قوي، هنقطعهم اجنحه كده زي ما انتوا شايفين، ادا فلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل حامي وبصل وطماطم، وقطع قطع قطع كده كل شرايح، وهنشوف هنعمل بيهم ايه. يبقى كده كل الصوره باينه قدامنا وجميله جدا. واحب اقول كلمه كده واحنا بنقطع على السريع، الناس اللي زعلانه من درجاتها في الثانويه العامه، لان واحده بتكلمني وبتقول لي ابني ما جابش اللي انا عاوزاه، ابني ما جابش، ربنا اختار له اللي احسن من تختارتي له. ابنك لو في كليه طب ومش حاببها مش هيبقى دكتور ناجح، لو دخل كليه تجاره هو حاببها هيبقى محاسب، هيبقى مسؤول، هيبقى ايا كان المكان اللي هيتحط فيها، وهينجح فيها جدا جدا وهيتالق فيها. يا جماعه بلاش نعقد ولادنا برغباتنا احنا، كل واحد يدور على رغبات ولاده هو، مش رغباته هو، مش رغبات الاب والام عشان تقولي ابني كذا وابني كذا وابني كذا، دور على الرغبات المطلوبه. وبالنسبه اي مكان هتكون انت فيها هتثبت فيها وجودك ايا كان هي ايه. وهقول لك من المره الالف، ربنا اختار لك اللي انت مش هتختاره لنفسك، وربنا دايما بيختار الافضل والاحسن. حطينا معلقه كده من الدهن اللي كنا بنسيحه، اللي كنا مسيحينه، احنا مسيحناش مع بعض بس انا اتكلمت عليه كتير قبل كده، كان دهن من دبيحه بتاعت عمتي، وسيحته وحطيته برطمان زي السمنه، خدت منه معلقه، شوحت فيه 4-5 فصوص ثوم مفرومين، ونزلت عليهم بالبصل الاول وهديله تقليبه لحد ما البصل معايا يدبل. انا الخضار بتاعي ده هديله ايه، ربع تسويه كده، يعني حاجه ان هي يدبل فيها بس، ياخد ريحه التوم بقى بالخضار ده هتبقى تحفه. نحط بقى بهاراتنا مع بعضها، نزلنا بالبصل ادانه تقليبه لحد ما دبل، بعد كده نزلنا على الخضار والطماطم، ونزلنا عليها بالبهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وكمون وكزبره والبهارات السبعه وبابريكا وسنه من الشطه، بس ما كترش شطه عشان حاطين فلفل حامي، وقلبنا كل ده ببعضه، يبقى ملح وفلفل وكمون وكزبره وبابريكا والسبع بهارات. وهنشوف دلوقتي هنعمل بالخلطه الجميله اللي احنا عملناها ايه. هنسيبها تستوى حوالي نقول مثلا 10 دقائق مثلا. جبت حبة دقيقة على الرخامة بتاعتي كده، كانت مبلولة مية، فكنت عاوزة انشفها، وقعدت انشفها بالقماشة، يعني خفت قلت يعني احتياطي اخلصها خلص وخليها تمام. جبت عليها حبة دقيق وفردتهم كده علشان اضمن ان ميبقاش في اي مية خالص تبوظ لي العجينة بتاعتي، وجبت العجينة بتاعته وقعدت افرد فيها كده زي ما انتوا شايفين، افردها بقوام مناسب، ما تبقاش تخينة معاك قوي وما تبقاش رقيقة معاك قوي ان هي تتحرق. خلي سمكه حوالي مثلا نقول سنت او 2 سنت، يعني سمكه ما يكونش تخين قوي وما تكونش رقيقه قوي. او جبنا الطاجن بتاعنا، الخلطه الجميله اللي استوت نص سوا معانا، حطينا حوالي 4-5 معالق تحت، وبعدين جبنا اللحمه بتاعتنا الجميله اللي استوت وبقت زي الفل. طبعا انت شفتوا المنكهات بتاعتنا وشفتوا الدنيا بتاعتنا، سبتها بس لحد ما تستوى في الميه بتاعتها، ما زودتلهاش بعدها ولا نقطه ميه، وطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا طبعا هي دهنا مستويه تقريبا بنسبه 90%، 10% بس اللي هخليها تاخد من ريحه البصل وتستوى حلوه قوي. بقيت الكميه هحطها كده على الوش، ايوه وهو المطلوب اثباته، شايفين الجمال. تعالوا بقى اما نغطي وشها بقى بالعجينه دي. استنى اما اروح اجيب العجينه واجي. ايوه ايوه شفتوا انتوا الطلعه دي، شفت الحركه دي. قفل 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 بقى من الجنوب كده، والسكينه بتاعتي واجيب الزوايد بتاعتي. اوعي اوعي ترمي حاجه، مش حاجه عندنا بتترمي. هنجيب لها بقى رباط، عارفين انتوا بقى ده القفل بتاعها بقى، ده كده القفل بتاعها، ونحطها بقى في الفرن بتاعنا تكمل سوية، وتحمر العيش بتاعنا على درجة متوسطة، هتاخد لها بتاع 10 دقايق ولا ربع ساعة. وجبنا بيضة وحطينا عليها فلفل أسمر وسنة ملح ومعلقة زيت، معلقة زيت واحدة وفلفل أسود، وهنجيب الفرشة بتاعتنا كده وندهنها دهنة
حلوة جدا، هتطلع معاك اللون عظمة وحاجة جميلة جدا. حطيناها في الفرن بتاعنا بقى وهتطلع بالنتيجة الجميلة دي. شايفين؟ الله، العيش كده ما اقولكوش طبيعي، وطبعا والع نار، وانتوا شايفين البخار طالع قدامكم عامل ازاي. اه ما شاء الله، حاجة تحفة تحفة تحفة. شايفين الجمال العيش بتاعنا ده؟ تعالى تعالى، انت رايح فين؟ لا سخن، استنى هاتي شوك، جبنا الشوك. شايفين اللحمة ده يبقى دوب كده طالعة معايا في الشوكة ازاي، حاجة جميلة جدا جدا. وانت لو وصلت لحد هنا ولسه ما حطيتش لايك، ما تنسناش في لايك وشير للفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناة علشان يوصلكم منا كل فيديو جديد انا بعمله. واعملوا العظمة دي وجربوها، ولو طلبتوها في المطاعم هتطلبوها بمبالغ باهظة، انت اشطر من انك تاكل في اي مطعم. والى اللقاء، واشوفك في فيديوهات تانية كتير، ومع السلامة.